رأس مع الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية التحتية الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء والذي عقد اليوم بقصر القضيبية نعم وقد تابع مجلس الوزراء تنفيذ الأوامر الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بشأن إلغاء تصريح العمل المرن حيث وافق المجلس على مشروع قرار يصدر عن معالي وزير الداخلية يتضمن عددا من الإجراءات لتنفيذ أمر سمو ولي العهد حفظه الله. بعدها اكد مجلس الوزراء على دور المملكه العربيه السعوديه بقياده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه الشقيقه وبدعم صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي كركيزه اساسيه للامن والاستقرار في المنطقه والعالم، ودورها السياسي والاقتصادي الكبير ومكانتها الرائده عربيا واسلاميا وعالميا، مشيدا المجلس في هذا الصدد الخطاب الذي وجهه خادم الحرمين الشريفين في اعمال السنه الثالثه من الدوره الثامنه لمجلس الشورى السعودي والذي حدد منطلقات التنميه المستقبليه بالمملكه العربيه السعوديه الشقيقه وجهودها في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي العالمي وتكريس دورها الريادي المستدام كوسيط للسلام. بعد ذلك قرر المجلس ما يلي اولا الموافقه على المذكرات التاليه: مذكرة سعادة وزير المواصلات والاتصالات بشان الموافقة على تولي مملكة البحرين رئاسة مجلس منظمة التعاون الرقمي في الدورة القادمة للمنظمة لمدة عام واحد. مذكرة سعادة وزير الشؤون البلديات والزراعة حول استملاك عدد من العقارات للمنفعة العامة لتوفير المساحات اللازمة للتطوير العمراني. ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء بشأن المشاركة في مؤتمر ركائز الثالث التعليم المستدام هو المستقبل والمشاركة في مؤتمر القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا سيكا والمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمشاركة في مؤتمر المندوبين المفوضين بي بي تو, تو والزيارة الرسمية التي قام بها سعادة وزير الشؤون القانونية للمملكة العربية السعودية الشقيقة والمشاركة في أعمال الاجتماع الدوري للجنة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية التابعة جي e. لمنظمة الصحة العالمية والمشاركة في أعمال الدورة التاسعة والستين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ولقاء سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بوزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية ونتائج الاجتماع الثاني والثلاثين لاصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه